بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على أمورنا كلها حتى لا تدع للشيطان علينا سبيلا، آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي أخذ وسمع. قالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعوا وسمحوا بالمقلوب، لذلك سقطوا بالمعصية. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني وقت تكفر بالله مش تلوج يا رب آخر، خد من جمش تعيش بلا شيء أرباب، سكان الرب الحقيقي. يعني إن لك ولا أرباب خلقها لك الشيطان وأودعها في جوفك، فآمنت بالأرباب من دون الله، وإلا شركت تلك الأصنام هذيك أمور المولى فيما خلق ورزق وحكم وأدار وغلب، والله غالب على أمره. نعود إن شاء الله تعالى فنكمل هذه الآية بفضل الله بكل فخر وعز وخير لنا ولكم، إن قبلتم ما أرسلناه إليكم. والسلام.